بايدن كتبت له مكتوب قلت لازم تعتذر انت للشعب العراقي من هذا القصه. هاي منصه فيرو رئيس جمهوريه. وصلنا الى نهايات مقلقه جدا بسبب تزمتنا بالمحاصصه وتزمتنا بالفساد والتزامنا بالفساد وعدم محاسبه الفاسدين، وايضا انصياعنا لدول كبرى، قسم من عندنا دول اقليميه او دول كانت دول قرار بالعالم. احنا ندري، احنا نعرف انه امريكا دوله قرار بالعالم، بس امريكا مو تحكم العالم كله. احنا نتحدث وياها، انا بايدن كتبت له مكتوب قلت لازم تعتذر انت للشعب العراقي من هذا القصه. هاي منصه فيرو رئيس جمهوريه. انتم بال 2010 بديتوا محطه اخرى بالمشاكل، من منعته الفائز الحقيقي انه يستلم السلطه. انتم ايران وقفتوا ضده على العراقيه بوقتها. فلهذا استاذ نجم يعني اقول لك بكل صراحه، يعني انت كلامك ذهب. الله يسلمك. وكلامك منطقي والله العظيم بشرفي مو مجامله. الله يخليك. لان احنا امام المجتمع. لكن انا دائما حريص ان اقابل اشوف مقابلاتك. وأشوفك أنت دائما تتطرق للقضايا الأساسية في البلد، والقضايا الأساسية ما يصير أن واحد يكوز عليها بحجة أو أخرى. نعم. وبسبب أو آخر إحنا علينا نواجه الحقائق المرة والحلوة سوية كنا كعراقيين، نوصل إلى نتائج. تعاركنا إحنا والشيوعيين، تعاركنا إحنا والقوميين، وين النتيجة؟ وين وصلت؟ ما وصلت محل. زين هذا سؤال مهم بناء على ما تذكر سيادتك. يعني أنت كسياسي ورئيس وزراء عراقي ولك حضور دولي وأقليمي في الدول، وأنت وصلت إلى مرحلة اليأس من أنه الانتخابات لن تأتي بأفلها ولن تكون مقدمات إلى التغيير، أو أنت تعرف بالمكشف والمغطى. إذن المواطن صار يدرك تمام الإدراك أن هذه القوى السياسية لا تمتلك سيرورة في التغيير، وعندما تريد أن تغير فتغير لصالحه، فبالتالي الشعب من حقه أن يطلع وأن يثور، ماكو خيارات أخرى. صحيح، هذا صحيح الكلام. ولهذا هم قبل هذا الحديث، قبل هذه الأحداث الأخيرة، ماكو مظاهرات من سنة 2019 ابتدأت، ونتذكر احنا القتل والتهميش اللي صار بالمتظاهرين السلميين. هم طلعوا، مو طلعوا يقول لك أنا أبحث عن مواطنة، أريد أصير مواطن، أريد وطن أعيش به، وطن يحترمني ويقدرني وإلى آخره، متساوي مع الآخرين. إحنا نجيب رئيس وزراء لازم يكون شيعي، ليش يجي يجيب سني، يجيب مسيحي، يجيب يزيدي، يجيب كردي؟ تدري إذا وقعنا نفسنا بتهلكة الحقيقة، وضيقنا يعني مجال الحلول إلى شكل مخيف وبشكل كبير جدا. وصلنا إلى نهايات مقلقة جدا.